ثلاث جزئيات. خلاص يا شباب خلاص، هنتكلم عن جزئيتين النهارده، وجزء المره الجايه اللي هو بكره يوم الاثنين هنتكلم فيه على الجزء الاخير خالص اللي عليه مساله. الجزء اللي هنتكلم عليه النهارده ده عليه مساله في الامتحان، والجزء بتاع بكره عليه مساله في الامتحان، يعني الشابتر هيجي منه سؤالين بجانب النظر بتاعه. طيب اول جزئيه خالص بيتكلم على الالكتريك فيلد دينستي. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الالكتريك فيلد دينستي اللي هو الشابتر اللي فات، وكان معاه الالكتريك فيلد دينستي كان لازق فيه كده على طول انواع الشحنات. تجيب الالكتريك فيلد دينستي وبتدرس الكولوم لو. المره دي هتدرس الالكتريك فيلد دينستي وجاوس لو، قانون جاوس، والدايفرجنس اللي هو الالكتريك فيلد دينستي كثافه المجال الكهربي. كثافه المجال الكهربي، قبل ما تدرس كثافه المجال جه عالم اسمه فاراداي. طبعا فاراداي ده معروف في الكهرباء في كل حاجه. فاراداي قال ايه؟ فاراداي قال احنا هنجيب شحنه، فاراداي قال ان احنا لو جبنا شحنه مقدارها بوزيتيف كيو، شحنه خليناها هي الانر سفير. يا شباب مفيش غياب ومفيش اي حاجه، انت حاضر تسمع بس. بوزيتيف كيو وغلفناها بشحنه ثانيه يا باشمهندس، يعني خد بالك هي الشحنه بوزيتيف كيو علشان فاراداي يضمن ان السيرفس اللي بره اللي هو الاوتر ما يبقاش عليه شحنه. ام جاي موصل السيرفس ده بالارضي سويتش وبالارض عشان يفرغ اي شحنات متكونه عليه. يبقى فاراداي جاب شحنه بوزيتيف كيو وحطها على سفير انر، وجاب سفير تاني غلفه بيه، وعلشان يضمن ان مفيش شحنات موجوده على السفير ده في لحظه اجراء التجربه، فهو قام جاي معامل سويتش علشان يضمن ان مفيش شحنه في بدايه اجراء التجربه عشان يثبت تجربته، عشان يثبت ان مفيش شحنه يا باشمهندس في بدايه التجربه. فقام جاي السيرفس او الاطار الخارجي ده عامل سويتش ومفرغه بالارض. حتى كده لما تفتح وتمسك الكتاب بتاعك او الدكتور المفروض يشرح لك فاراداي لو، فبيقول لك ان احنا عندنا تو سفير، جبنا واحد شحناه بشحنه موجبه، جبنا الثاني المفروض يبقى مش عليه شحنه، فعلشان نضمن انه مش عليه شحنه هنوصله بالارض فنضمن ان شحنته مش موجوده. وفي الحاله دي يا باشمهندس يبقى في الوضع القائم في الوضع الحالي ان دلوقتي السفير اللي بره دي مفرغه شحنتها والسفير اللي جوه دي عليها بوزيتيف كيو. فاراداي قام جاي عامل ايه؟ قال لك طيب افرض بقى احنا قمنا جايين فاتحين السويتش ده. فاراداي بعد ما قفل السويتش وتاكد ان الشحنه بقت زيرو اللي بره، قام جاي فاتح السويتش فلاقى ايه؟ لقى ان على الطرف اللي فوق ده اهو اتكون نفس الشحن. اكتشف انه لما فتح السويتش ان اتكون نفس الشحنه مقدارا وعكسها اتجاها على الاوتر سفير. ايه ده؟ يعني معنى كده يا باشمهندس ان المجال اللي جوه او الشحنه اللي جوه انتقلت بره. يبقى فاراداي سأل نفسه سؤال، قال له طب هو المجال دلوقتي يا باشمهندس او الشحنه انتقلت من جوه لبره ازاي؟ في عقل ومنطق بيقول لك ازاي الشحنه جت من جوه طلعت للسفير اللي بره كده، ما جاتش هباء. قال لك لا، ده في خطوط مجال كهربي جوه، الكتريك فلكس لاينز، نقلت يا باشمهندس من خلال الشحنه اللي انت حاططها جوه، الخطوط دي قامت جايه نقل المجال الكهربي على الاوتر سيرفيس وتجمع على السيرفيس فكون بالنسبه لك الشحنه، ولكن ان نيجاتيف دايركشن في الاتجاه المعاكس. ففاراداي قام جاي اثبت ان هناك علاقه ما بين حاجه اسمها الابساي وحاجه اسمها الكيو. ايه بقى الابساي وايه الكيو؟ لما ما كانش فيه شحنه على الاوتر سفير، يعني لما كان الاوتر سفير ده مش عليه اي حاجه خالص، كان الجزء اللي جوه مشحون والجزء اللي بره مش عليه شحنه وانا قافل السويتش، فكده يا باشمهندس ما كانش فيه حاجه تنتقل، لان الشحنه لما كانت بتنتقل، يعني في الاول لما الشحنه كانت بتنتقل كانت كلها بتتفرغ في الارضي، يعني انت ما كنتش شايف حاجه. هو بقى لما فتح السويتش فالشحنه انتقلت، من البوزيتيف طلعت للاوتر سفير عن طريق الالكتريك فلكس لاين. فعلشان كده ده سماه الالكتريك فلكس لاين اللي هي الخطوط اللي جوه. الابساي اسمها الالكتريك فلكس لاين، الالكتريك
فلكس لاين. دي يا باشمهندس هي خطوط المجالات، والكيو هي الشحنه الكهربائيه اللي انت اصلا كنت مغلفها، وده شيء منطقي جدا يا باشمهندس. حد عنده فكره لما الشحنه انتقلت بماينس كيو، يعني الشحنه اللي على الاوتر سفير دي ماينس كيو انتقلت بماينس كيو، يبقى مش ده معناه ان خطوط المجال اللي جوه هي كمان تساوي قيمه الشحنه؟ ايوه طبعا. امال هي نقلتها ازاي؟ يبقى الكيو انتقلت بره بماينس كيو بناء على المجال اللي جوه، بناء على خطوط المجال. اذا الابساي اللي هو الالكتريك فلكس دينستي او الالكتريك فلكس لاين مساويه للشحنه اللي انت غلفتها. اوكي، ده اللي قاله فاراداي. جاوس بقى جه قال ايه؟ لا جاوس قال لك طب انا معلش فاراداي غلطان. ليه فاراداي غلطان؟ اصل فاراداي افترض ان الشحنه اللي جوه دي شحنه نقطه، لانك بما قلت يا باشمهندس كيو، فده معناه ان الشحنه بتاعتك شحنه نقطه طبقا للشابتر اللي فات. احنا عرفنا ان كلمه كيو دي لما اقول لك كيو معناها شحنه نقطيه. بس فاراداي وهو بيثبت القانون ما اثبتش على الشحنه النقطيه، ده فاراداي اثبت ان في شحنه موجوده على سطح سيرفس. يبقى اذا فاراداي غلطان، فاراداي مستحيل يعبر بدي. فجي جاوس كمل على فاراداي وقال له يا باشمهندس لا، ده الابساي بقى المفروض لو احنا هنتكلم صح هي تكامل على السيرفس رو اس في الدي اس، عشان نبقى بنتكلم صح وعشان يبقى فاراداي قانونه سليم. لان فاراداي افترض ان الشحنه نقطيه، والشحنه ليست نقطيه، الشحنه موزعه على سيرفس، سيرفس تشارج. يبقى انت كده غلط يا عم فاراداي، ده لما المفروض اطبق القانون ده. حلو، ايه بقى يا باشمهندس اللي جاب الدي في النص؟ ايه الالكتريك فلكس دينستي دي؟ انا كده فهمت دول، يعني انت فهمتني ان الابساي تساوي الكيو ده من قانون فاراداي، وفهمتني ان الابساي تساوي تكامل على الرو اس دي اس او الرو اس في الدي اس، ده لو انت بتتكلم على يبقى يا باشمهندس طبقا لكلام فاراداي وجاوس، فانا عندي يا باشمهندس مجموعه من الشحنات متوزعه على سيرفس، متوزعه على سيرفس. في الحاله دي يا باشمهندس انت طبقا للقانون، طبقا للقانون الاتي، الابساي اللي هي خطوط المجال اللي هتنتشر عشان تنشر لك الشحنه دي يا باشمهندس هي عباره عن تكامل الشحنه السطحيه بتاعتك مضروبه في الدي اس على السيرفس بتاعك. ماشي اوكي. طب يا باشمهندس مش ممكن اشيل الرو اس دي؟ انا دلوقتي حضرتك انت شايف الشابتر بيتكلم على الالكتريك فيلد دينستي. ما المقصود بالالكتريك فيلد دينستي؟ الالكتريك فيلد دينستي هي عباره عن مجموعه من الشحنات اللي متوزعه على سيرفس. كثافه الشحنه، كثافه الشحنه ما هي الا مقدار الشحنه مقسوما على مساحه المقطع اللي موجود فيها، ده معنى كلمه الدي. طب هو الدي يا باشمهندس